بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم عشاق المستديرة عبر شبكة تلفزيون الحياة في نقلنا لأحداث لقاء الداخلية وغزل المحلة في مستهل الجولة رقم 24 من إيجيبشن بريمير ليج. وبالطبع هذه المواجهة الهامة خاصة لفريق الداخلية، لكن غزل المحلة الحقيقة يريد التحقيق المكسب الأول الذي طال انتظاره في دوري الأضواء، وهو في المركز الأخير الذي يقع فيه فريق غزل المحلة. مباراة رقم 24 في الدوري، ولكن لازال يبحث عن أول انتصار. لم يسبق له أن فاز في المباريات السابقة في الدوري حتى الآن بالنسبة لغزل المحلة. المباراة انطلقت من على قرابة الدقيقتان من انطلاقة المباراة، وكرة خطيرة لفريق الداخلية مع هذه اللحظات هنا في معقله في ملعبه. ونتابع هذا الفاول وثم نتابع التشكيل الفريقين في هذه المباراة. إذن الفاول لفريق الداخلية، فريد شوقي في التنفيذ الخطأ للداخلية في هذه اللحظات، والمسافة القانونية التي يطالب بها حكم المباراة. وطبعا حكم هذه المباراة هو الحكم عمرو عايد، والذي يدير أحداث هذا اللقاء ويعاونه رجب محمد كمساعد أول، وخالد السيد كمساعد ثاني، وشريف حسن حكم الرابع. شوقي في التنفيذ، فريد شوقي، والمسافة القانونية التي يطالب بها حكم المباراة عمرو عايد. في هذه الأثناء نتابع ونشاهد فريد يحول الكرة، ولكن تصطدم بالحيطة وترجع الكرة مع محاولة ضاغطة لفريق الداخلية، وكرة خطيرة داخل منطقة الجزاء غزل المحلة. ما زالت المحاولات لأصحاب الأرض في هذه اللحظات الأولى من بداية المباراة، ودربكة وفي النهاية تصل عند الحارس محمد فوزي. تشكيل فريق الداخلية في هذه المباراة: محمود الغرباوي لحراسة المرمى، رشاد فاروق رقم 6، شهاب الدين محمد 15، رجب بكار رقم 2، وعاصم سعيد 22، فريد شوقي رقم 5، وعبد العزيز موسى رقم 4، أمامه سريال بيالا 31، محمد جمال 20، عمر مرعي 9، أحمد شعراوي رقم 23. بالنسبة لفريق غزل المحلة: محمد فوزي لحراسة المرمى، أسامة رجب 15، محمد البعلي رقم 2، محمد رمضان عبد الغني 26، مصطفى علي كالوشة 3 على اليسار، محور وليبرو وسط الملعب أحمد عبد العال 12، أحمد عادل رشوان أمامه 27، ومحمد محسن رقم 5 في الأمام في الهجوم. هناك إسلام جمال 23، محمد يحيى 22، ورأس الحربة محمد خليفة. بالنسبة لفريق غزل المحلة، كما قلنا، يقبع في ذيل القائمة بثمان نقاط من 23 مباراة. أما الداخلية في المركز الثامن برصيد 33 نقطة من 22 مباراة. فهذا اللقاء يعني له الكثير. الانتصار معناه التقاسم المركز السادس مع نادي مصر المقصة. بالنسبة للداخلية اللي نرى في المركز الخامس الإسماعيلي، والرابع السموحة، والثالث المصري شديد، حتى مع المركز الثاني اللي فيه حامل الثنائية نادي الزمالك. طبعا كما قلنا هذه المباراة ضمن الجولة رقم 24، المباراة الافتتاحية، وهو في برنامج هذه الجولة مباراة واحدة هذا اليوم، وغدا مباراتين، والسبت هناك مباراتين، وتأجلت أربع مواجهات في هذه الجولة. غدا هناك المقاولون العرب مع بتروجيت في استاد المقاولون العرب في الخامسة، وادي دجلة واتحاد الشرطة في استاد الدفاع الجوي في السابعة والنصف. السبت الإسماعيلي طلائع الجيش في استاد الإسماعيلية الساعة الخامسة، وأيضا السبت 9 أبريل حرس الحدود سموحة في 8:30 دقيقة. أما بالنسبة للمباريات المؤجلة
اتحاد الزمالك، الانتاج المقصة، اسوان ام بي، الاهلي المصري. اسباب هذه التأجيلات هو انشغال اندية الزمالك، الاهلي، المقصة، ام بي بالبطولات الافريقية، الكاف تشامبيونز ليج والكونفدرالية الافريقية. اذا المباراة كما قلت الداخلية يطمح للنقاط الثلاثة لأهميتها وأيضا لتحسين المركز، أما غزل المحلة الذي يبحث عن أول انتصار له في الدوري اللي طال انتظاره. التقيا الفريقان في الجولة السابعة في الدور الأول وانتهى اللقاء في مرحلة الذهاب بالتعادل الإيجابي هدف مقابل هدف، والداخلية عنده مباراة مؤجلة مع نادي الزمالك من الأسبوع 22. طبعا المحلة يبدو أنه سيعود من حيث أتى، ولكن يبحث عن نتيجة مشرفة. يقود نادي المحلة طبعا الكابتن سمير كمونة، كرة خطيرة ربما الهدف، كرة خطيرة تذهب إلى خارج الملعب، محاولة من جانب فريق الداخلية لبادي بداية قوية في هذه المباراة، يكشر على أنيابه في محاولة أولى للوصول إلى مرمى محمد فوزي. كما قلت الجهاز الفني بقيادة سمير كمونة لغزل المحلة، أما بالنسبة للداخلية لا زال يتواصل مع مديره الفني علاء عبد العال. طبعا دائما المواجهات بين الداخلية وغزل المحلة دائما مواجهات فيها الندية، والمواجهات الأخيرة الأربع المواجهات الأخيرة انتهت بالتعادل بين الفريقين، وأخرها كما ذكرت نتيجة مباراة الدور الأول التي انتهت 1-1، وهنا في استاد كلية الشرطة الذي يحتضن هذه المباراة ضمن الأسبوع 24. كما قلنا الداخلية اللي حقق انتصار في 8 مواجهات، المحلة ولا انتصار في 23 مباراة خاضها، تعرض لأكثر فرق، طبعا ثاني أكثر فريق تعرض للخسارة فريق غزل المحلة، ثاني أكثر فريق بعد حرس الحدود. غزل المحلة خسر 15 مباراة وحرس الحدود خسر 16 مباراة، هما أكثر فريقين تسجيلا للهزائم في الدوري هذا الموسم، لكن حرس الحدود من 23 مباراة حقق انتصارا واحدا. نفس الشيء اتحاد الشرطة، انتصار واحد من 23 مباراة. غزل المحلة يطمح للانتصار الذي طال انتظار هذا الانتصار بالنسبة لغزل المحلة. ترجع الكرة مرة ثانية، فريق كما قلت من الفرق الجماهيرية فريق غزل المحلة، ولكنه لازال يعانده سوء الطالع بعد خيبة أمال كثيرة مع هذا الموسم وتعاقب الأجهزة الفنية، كأكثر فريق تعاقب عليه الأجهزة الفنية تقريبا مع نادي الزمالك في هذا الموسم بالنسبة لفريق غزل المحلة. والوضعية حتى الآن حرجة جدا، والفريق الذي أصبح شبه مضمون الهبوط إلى الدوري الدرجة الثانية، وهذه كرة تلعب من هناك لفريق غزل المحلة من كالوشا المتخصص في الكرات الثابتة. ترجع الكرة مرة ثانية في انطلاقة من هناك، 27 رشوان يبعدها بمبدأ الأمان إلى خارج الملعب، تكون رمي التماس لفريق الداخلية. كما قلنا على الورق الداخلية عنده الأفضلية، ولكن لكل مباراة ظروفها وجوها، وفريق غزل المحلة يبحث كما أشرت إلى الانتصار الأول. ترجع الكرة مرة ثانية، عاصم سعيد يحولها من هناك، المتابعة ل 23 طبعا هنا شعراوي، ولكن الكرة تحول إلى خارج الملعب وتماس لصالح نادي الداخلية. الداخلية 0 غزل المحلة 0. تحول الكرة مرة ثانية، وهذه المتابعة مازالت مع فريق الداخلية، والكرة تاعها من هناك يتابع فيها شعراوي، كرة لم تخرج بعد، محاولات خطيرة ولكن رجب يحولها، والضغط متواصل من أصحاب الأرض، وفي النهاية في صافرة خطأ هنا عمرو مرعي مهاجم فريق الداخلية. الفاول كان موجود والقرار كان صائبا لحكم المباراة،
عمرو عائد، هذا هو علاء عبد العال المدير الفني للنادي الداخلية. نتائج رائعة سجلها معه في بداية هذا الموسم بالنسبة لعلاء عبد العال مع فريق الداخلية، بعد ذلك تراجع في نتائجه وفي مركزه، وكان أيضا هو والمقصة يتقسمان لفترات طويلة في الأسابيع الأولى من الدوري المركز الأول والثاني على التوالي، ولكن نتائجهم تراجعت في الآونة الأخيرة، فالمشوار الطويل يحتاج إلى نفس طويل، إلى حنكة وخبرة، إلى قدرات فنية وإمكانيات وانضباط تكتيكي وفني داخل الملعب من قبل اللعيبة، فهذا يحتاج عمل دؤوب من قبل الجهاز الفني واللاعبين ومدى إمكانياتهم في استمرارية في أفضل النتائج. لكن كما قلت 22 مباراة، لو قلنا فوز في 8 وتعادل في 9 وهزيمة في 5، سجل 25 وعليه 22 هدف بالنسبة لفريق الداخلية. ترجع الكرة مرة ثانية لمتابعة فريد شوقي، ينقلها لعبد العزيز موسى، تمشي لفريد مرة ثانية، 1-2 في نقلات حلوة مع محمد جمال والشعراوي، وفي فاول وخطأ لصالح أسامة رجب، خبرة طبعا لأسامة رجب مدافع فريق غزل المحلة. طبعا فريق غزل المحلة كما قلت هو واحد من أندية الشعبية والجماهيرية، ولكن بالطبع بعد كل هذا نتائجه كانت عكس الطموح لجماهيره اللي كانت تأمل أن يعود الفريق إلى دوري الأضواء وأن يبقى فيه، ولكن لا يكون زائرا عابرا إلى دوري الأضواء. لكن في النهاية أصبح الآن الواقع يفرض نفسه على أن فريق غزل المحلة الفريق المرشح الأقرب للهبوط بصورة كبيرة، لا أقول دائما بشكل رسمي، ولكن الأمور أصبحت شبه مؤكدة. يعني دائما في عرف كرة القدم لابد أن نحترم كل عناصره بالنسبة لكل فريق وحدوده، لكن المنطق يفرض نفسه، غزل المحلة وحرس الحدود وأيضا اتحاد الشرطة في وضعية صعبة جدا، الهبوط لثلاثة أندية، فمصير بقائهم في الدوري أصبح أمر من ضرب من الخيال، يعني صعبة جدا كرة من هناك لفريق غزل المحلة. فلذا غزل المحلة نرى أنه بعيد كليا عن الضغوط وعلى أن يقدم كرة حلوة، وفي كثير من المباريات الحقيقة الأخيرة اللي كانت بقيادة سمير كمونة كان ندا قويا لعديد من الفرق اللي واجهها فريق غزل المحلة في الآونة الأخيرة، وأذكر على سبيل المثال في مواجهاته الأخيرة التي كانت لفريق غزل المحلة في الدوري رغم الخسارة أمام المقاولون بهدف 0، والإنتاج كذلك وأسوان على التوالي هذه الخسائر بهدف يتيم، ولكن قدم مباريات أمام وادي دجلة وأمام الأهلي اللي تعادل معه وأمام سموحة رغم الخسارة بأربعة أهداف مقابل 2. كانت المفاجأة المدوية لفريق غزل المحلة هو تعادله مع النادي الأهلي، كانت هذه واحدة من المفاجآت هذا الموسم وفقا للوضعية التي شاهدناها في الدوري بشكل عام. ربع ساعة مرت من أحداث المباراة مشاهدينا الكرام، كما أذكر مرة ثانية لمن التحق بنا في هذه الآونة، هذه المباراة الافتتاحية بالنسبة للجولة رقم 24 لموسم 2015-2016. كرة تحول هناك على مشارف منطقة جزاء فريق غزل المحلة، يبعدها أسامة رجب، ترجع الكرة مرة أخرى في انطلاقة سريعة لفريق الغزل عند سريال بايلا، ينقلها مرة ثانية لجمال بايلا، ولكن ما تمكنش معها رجب بكر، وتكون الكرة إلى تماس لصالح فريق غزل المحلة. علاء عبد العال يريد يحقق الانتصار، النقاط الثلاثة تعني له الكثير، يعني يدخل في معمعة المراكز الخمسة والستة الأوائل، يكون معركة أم المعامة من معمعة المراكز التي نراها الآن مع النقاط المتقاربة جدا. لو وجدنا المصري في المركز الثالث 39 وسموحة 38 والإسماعيلي 37 في المركز الخامس والمقصة 36 في المركز السادس والإنتاج الحربي 35 الداخلية 33،
فوز الداخلية يصعد إلى النقطة 36. تصوروا الزمالك المركز الثاني 41، ليس ببعيد. يعني لا زالت هناك المباريات المقبلة بعد 12 أسبوع أو المقبل أسابيع ال 12 المتبقية أو 13 في بعض الأندية اللي عندها 13 مباراة متبقية في الدوري، نقاط مهمة بالنسبة لهم لتحسين المراكز، لأن بالطبع من يبحث عن المربع الذهبي فصراع على أشده على المربع الذهبي أن يكون من الأفضل المراكز الأربع الأوائل. الأهلي يحلق وحيدا حقيقة في صدارة برصيد 50 نقطة من 22 مباراة، متبقي له 13 مباراة، 13 مباراة بالطبع يعني 36 نقطة المتبقية في الدوري، والفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه منافسه التقليدي شقيقه نادي الزمالك برصيد 41 نقطة بفارق 9 نقاط. بلغة الكرة الفارق ليس ببعيد في 13 مباراة، يعني هي فارق 3 ماتشات. لو افترضنا أن الزمالك فاز 3 والأهلي خسر 3 يتساويا في النقاط، ولكن كيف يحدث هذا وأن الأهلي يخسر في 3 وهو الفريق الذي خسر مباراتان في ظرف 22 مباراة؟ لكن كرة القدم لا أمان لها، حالها ودوامها دائما من المحال، وكرة من هناك محاولة من جانب فريق الداخلية اللي حاول الضغط من العمق على فريق غزل المحلة، لكن تنشال الكرة حتى الآن والتعود مرة أخرى. الداخلية يهاجم، المحلة يدافع على أمل أن يعتمد على الهجمات المرتدة بسرعة خليفة ويحيى وجمال في الهجوم. رجب يبعد الكرة، لازال التنوع مفقود من جانب فريق الداخلية مع لعب 18 دقيقة من عمر هذا الشوط الأول في هذه المباراة. رمية جانبية لصالح فريق الداخلية في التنفيذ، عاصم سعيد الظهير الأيسر لفريق الداخلية يحولها إلى سريال بايلا، لكن متابعة من هناك وتمشي الكرة في محاولة من جانب فريق غزل المحلة تنقل طويلة تصل عند رشاد فاروق كابتن نادي الداخلية يحولها على اليمين الرواق الأيمن اللي فيه رجب بكار. رجب بكار يرجع الكرة لرشاد، رشاد فاروق، رشاد يحول الكرة طويلة باتجاه متابعة شعراوي، أو ترجع الكرة مرة ثانية من جانب فريق غزل المحلة. الصراع ما زال معركة وسط الملعب ماشية، ولكن اللعب أغلبه في منتصف ملعب فريق غزل المحلة. رمي التماس لغزل المحلة في إشارة من اللاينزمان رجل الخط، ورمي التماس الآن. التنفيذ هنا محمد رمضان عبد الغني، واحدة اثنين تنقل الكرة مع متابعة من جانب فريق غزل المحلة، يحاول من هناك محمد يحيى لكن تنشال من أمامه من شهاب الدين محمد. ترجع الكرة من كالوشا ينقلها سريع ومتابعة خليفة، ولكن يخرج لها الحارس الغرباوي بكل هدوء. الغرباوي ترجع من البعلي أو عفوا من جانب فريق الداخلية تمشي لفريد، فريد للخلف، متابعة من شهاب لرشاد لشهاب مرة ثانية، شهاب الدين محمد ينقل الكرة لعبد العزيز موسى. عبد العزيز موسى متابعة من هناك محمد جمال، بيانية سريعة وخطرة ولكن يخرج لها محمد فوزي حارس مرمى فريق غزل المحلة. غزل المحلة الذي تلقى شباكه 35 هدف، ليس هو أسوأ خط دفاع، ولكن أسوأ خط دفاع هو حرس الحدود 37 هدف. غزل المحلة هو ثاني أسوأ خط دفاع بعد حرس الحدود. اتحاد الشرطة شباكه استقبلت 32، إنبي تصوروا شباكه اهتزت 31 مرة. حتى المصري يعني بالرغم أنه في المركز الثالث لكن دخل في مرمى 25 هدف، وبالنسبة لسموحة نفس الشيء 26 هدف في مرمى، ولكن المصري يتمتع أيضا يعتبر ثاني
اقوى خط هجوم في الدوري، يتساوى مع نادي المقصة ب 35 هدف، لكن افضل خط هجوم النادي الاهلي 40 هدف، الزمالك 31 هدف. هذه بالنسبة لاقوى خطوط الهجوم واسوأ خطوط الدفاع، ولكن اقوى خطوط الدفاع يكون للنادي الاهلي طبعا بشباكه استقبلت 17 هدف، يلي طبعا نادي الزمالك 18 هدف، ثم نادي بتروجيت 19 هدف. هذه بالنسبة لأفضل خطوط الدفاع في الدوري. الأهلي هو الأفضل في كل شيء، الأفضل في النقاط، الأفضل في الأهداف اللي له واللي عليه، فيتصدر عن جدارة واستحقاق طليعة الدوري. تعود الكرة مرة ثانية، محاولة من هناك، ولكن في صافرة لوجود التسلل. هل هي الكرة ارتدت من المدافع؟ ولكن الحكم يوقف اللعب، عمر عايد حكم المباراة. هناك الحارس محمد فوزي واقع الأرض، سلامات. نحن في منتصف الشوط الأول للمباراة، الداخلية غزل المحلة، وتعليمات هنا لعلاء عبد العال، المطالب بثلاث نقاط أكيد، كما ذكرت بأن أهمية النقاط الثلاثة يعني تدخله في معمعة المراكز الستة الأوائل، واللي يقترب من المركز الرابع والثالث أيضا بالنسبة لفريق الداخلية، ليشتد الصراع فيما تبقى من مشوار الدوري العام لهذا الموسم. دوري مثير في تباين واضح في نتائجه منذ انطلاقته، ودائما التوقعات فيه صعبة جدا، ونعلم بأن دائما مواجهة الداخلية غزل المحلة يغلب عليها الطابع الحذر الشديد والتعادل المسيطر في المواجهات الأربع الأخيرة. هل يتكرر تعادل من جديد بين الداخلية وغزل المحلة هنا في استاد كلية الشرطة بالعباسية بالقاهرة الذي يحتضن هذه المباراة في ظل الجو الصيفي والمناخ الصيفي الذي نراه، مع درجات الحرارة التي تصل بالطبع مع وصولها اليوم إلى 32 درجة مئوية، ومن الأجواء الجميلة الحقيقة للأجواء الكروية، وتوقيت المباراة أيضا مناسب لذلك. تمشي الكرة الآن في متابعة من جانب فريق الداخلية، النقل الكرة سريعة، ولكن في النهاية تصل عند الحارس محمد فوزي حارس مرمى الغزل. 24 دقيقة مضت في أحداث شوط المباراة الأول، الداخلية 0 غزل المحلة 0. تنقل الكرة طويلة، وهذه المتابعة بالرأس يبعدها رشاد، وتمشي يحاول متابعتها فريد شوقي. فريد شوقي اللاعب وليس الممثل أكيد طبعا، وحش الشاشة. وهذه عودة مرة ثانية، وعندنا وحش الملاعب طبعا كابتن كرامي وحش أفريقيا المحلل هنا في استوديو الحياة في متابعته للدوري الممتاز. رمي التماس، فريق الداخلية حتى الآن مباراة لم نرى منها أي جملة، بل أغلب الأداء واللعب العشوائي في مجمله في الأربع وعشرين دقيقة هو العنوان البارز. الطريقة اللعب الداخلية يلعب بطريقة انت وبختك، يتصيب يتخيب. حتى الآن نبحث عن جملة حلوة في المباراة، حتى الآن لم نراها. غزل المحلة يلعب بحذر دفاعي ويعتمد على الكرات المرتدة، بعاش عنده شيء يخسره، بعاش عنده ما يمكن أن يقال ويزيد في الدوري. الوضعية حرجة وصعبة، وهو يبحث عن أول انتصار ليداوي به كل الجراح ويعود إلى يسجل انتصار، لأن بالطبع من العار أن يخرج وينهي الموسم دون انتصار، فيسجل له التاريخ ذلك. ربما لم يسبق لأي فريق في مشوار الدوري العام منذ انطلاقته في عام 1948 لم يسجل طيلة موسم أي انتصار، حتى انتصار يتيم. حتى الآن لم يفعلها فريق غزل لما أي فريق سوى الآن غزل المحلة، ولكن أمامه 13 مباراة بما فيهم هذه المباراة. كما قلنا الانتصارين الواحد سجل طبعا لفريق حرس الحدود والشرطة، فازوا في مباراة واحدة في الدوري، لكن لكل منهم
الأكثر دائما انتصارا وتسجيلا للفوز في الدوري حتى الآن في 22 مباراة. النادي الأهلي 15 انتصار، يعني نسبة عالية جدا تفوق نسبة 75% من عدد المباريات التي خاضها. الزمالك تقريبا بنسبة 53% من عدد الانتصارات التي من عدد المباريات التي لعبها، ونسبة عدد الانتصارات من 22 مباراة فاز في 12 مباراة. النادي المصري تصل نسبته إلى 49% تقريبا من عدد انتصاراته اللي سجلها في الدوري حتى الآن من 23 مباراة فاز 10. هذه نسبة والتناسب بالنسبة للمباريات اللي خاضوها وعدد المباريات اللي فازوا فيها. ترجع الكرة للخلف لصالح فريق غزل المحلة اللي يحاول يمسك كرة، يحاول يشكل خطورة لكن دون تهديد على الغرباوي حارس الداخلية. يلعب تماما من لم نراه سوى مرة واحدة تقريبا في كرة رجعت له من المدافع فريق الداخلية، غير ذلك لم نرى الغرباوي في 26 دقيقة من الدقائق اللي مرت في المباراة. تنقل الكرة طويلة مرة ثانية. نعم فريق الداخلية يحاول يناور ده على مناطق ومشارف منطقة جزاء فريق غزل المحلة، ولكن دون فعالية وخطورة كبيرة في تهديد خطير على مرمى محمد فوزي. إلى كورنر لصالح فريق الداخلية، هذا هو سيريال بايلا. كورنر لفريق الداخلية 28 دقيقة لعب. هنا التنفيذ محمد جمال في تنفيذ الكورنر. محمد جمال يحول الكرة والمتابعة من هناك بالرأس، والتغطية وتنشال من دفاع فريق غزل المحلة. ترجع الكرة من هناك، فريد شوقي يلمها ويتابع فيه الشعراوي يخلص، أو يتابع فيه طبعا محمد يحيى. محمد يحيى عرضية وخطرة وهي كرة خطيرة بالنسبة لفريق غزل المحلة. أخطر كرة تقريبا تصل إلى مرمى الحارس، ما وصلتش أصلا، ولكن تهديدها كان خطير. لو لمسها لكان فيها كلام آخر. شوف الكرة تقريبا مع هذه المرة من يحيى، وهذه العرضية الحلوة اللي كادت أن تسفر عن هدف أول لفريق غزل المحلة. هل يفعلها غزل المحلة ويسجل أول انتصار؟ يسجل أول انتصار، سنتابع لن. عمرو مرعي، لكن كرة سرعان ما تخرج. رمي التماس لفريق غزل المحلة. دخلنا الآن في 29 دقيقة لعب مشاهدينا الكرام أينما كنتم عبر الشبكة تلفزيون الحياة، مباراة افتتاحية الجولة رقم 24 من الدوري المصري لموسم 2015-2016. كرة من هناك يلحق بها فريق الداخلية، تمشي لعمرو مرعي يعكسها إلى أقصى الجهة اليمنى، والمتابعة من هناك تصل عند بكار. بكار بكار إلى بايلا، يحولها بايلا، ومتابعة مرة ثانية من هناك عبد العزيز موسى، ولكن كرة فيها شيء من العشوائية فتضيع وتعود من صالح فريق غزل المحلة. ودخلنا في 30 دقيقة لعب في أحداث شوط المباراة الأول في هذه الأثناء. التعادل السلبي والأداء السلبي هو السائد في مجمل هذه المباراة. كما قلت الطابع العشوائي موجود في الأداء، في الكرات والتنظيم غائب تماما في التحركات بشكل سليم، لأن في بعض الأحيان نرى بعض التحركات العشوائية. تمشي الكرة الآن، فريد فريد يباصي الكرة، بايلا بايلا بايلا، كرة خطيرة للداخلية يدخل بها منطقة العمليات وكاد أن ينجح، ولكن تنشال من أمامه من تغطية من قبل البعلي، وترجع الكرة الداخلية وخطيرة داخل منطقة العمليات، ولكن في النهاية تصل عند الحارس محمد فوزي. نصف ساعة مرت، صفر الداخلية صفر غزل المحلة في مباراة. كما قلت الداخلية يرفع الشعار النقاط الثلاثة لا بديل عنها، غزل المحلة الحالم بأول انتصار بعد أن غاب عنه
ولم يسجل أي انتصار بعد عودته لدوري الأضواء حتى الآن. هل يسجله هنا في العباسية، هنا في استاد كلية الشرطة؟ هل يفعل ذلك؟ بالطبع سيتذكره أنصار ومحبيه وعشاقه وجماهيره بالنسبة لفريق غزل المحلة، كما قلت واحد من الأندية الجماهيرية. ولكن بالطبع لسوء الطالع الفريق يمر بكل الأزمات في أسوأ الظروف، وعودت إلى دوري المظاليم أكيد أصبحت الأمر لا محالة منه ولا مفر منه بالنسبة لفريق غزل المحلة. يبحث عن مشوار الموسم القادم كيف يعود، وربما يستفيد من هذا الأمر لهذا الموسم ماذا قدم وماذا فعل وماذا أعطى. أكيد لم يعطي شيء يليق باسم وتاريخ غزل المحلة. هناك لاعب من فريق غزل المحلة سلامات واقع على الأرض. 32 دقيقة لاعب في أحداث هذه المباراة. هنا تدخل اللي كان واضح من قبل لاعب فريق الداخلية محمد جمال. عبد العزيز موسى، كرة تلعب في الأمام من هناك باتجاه الشعراوي، ترجع مرة ثانية المتابعة لصالح فريق الداخلية أو لغزل المحلة. الآن بايلا يقوم بمجهود طيب، تنقل الكرة على بهذه الكيفية بهذا الشكل بنفس الرتم بنفس الأداء اللي نراه في مجمل فترات المباراة في الدقائق اللي عشناها من أحداث هذا الشوط الأول. نعم الداخلية ماسك الكرة لكن ما فيش فعالية كبيرة على مرمى فريق غزل المحلة. المباراة كما قلت مسهل، مباريات الجولة 24، نادي غزل المحلة من الأندية العريقة طبعا، وتأسس في عام 1936. كرة خطيرة عرضية يخرج لها محمد فوزي، سبق وان دربه أسماء كبيرة الحقيقة من أبرزهم محللنا في استوديو الحياة الكابتن أشرف قاسم نجم نادي الزمالك. بالنسبة لفريق غزل المحلة الطامح لأن يكون له شأن رنة بالنسبة للموسم القادم في دور المظاليم شكله رسمي، لكن أن يعود إلى دور الأضواء يحتاج إلى مجهود كبير بالنسبة لفريق غزل المحلة. عودة للدوري الإيجيبشن بريمير ليج كما قلنا اللي انطلق منذ عام 1948، ولأول مرة يكون نمبر عدد أو الرقم الأندية والفرق المشاركة الموجودة 18 ناديا بالنسبة لهذه البطولة ومشاويرها وإنجازات كثير من الأندية. بالنسبة لفريق أو بالنسبة للدوري المصري كما قلت الأقدم على الصعيد القارة الأفريقية. تمشي الكرة من هناك الغرباوي، عودة الكرة مرة ثانية يأخذها بشكل حلو عاصم سعيد الظهير الأيسر، لكن كاد أن يخطأ ولكن تنشال الكرة من شهاب الدين محمد. هنا 22 محمد يحيى، كما قلت الموسم اللي انطلق في لأول مرة في 1948 موسم 48-49 أول لقب سجله نادي الأهلي كصاحب أول فوز بالبريمير أو إيجيبشن بريمير ليج، كان صاحب المركز الوصافة هو نادي الترسانة والمركز الثالث للنادي الإسماعيلي.
الموسم الثاني كان الأهلي أيضا صاحب أول ثنائية، وكان الترسانة للمرة الثانية يكرر فريق الشواكيش إنجازه كوصيف للنادي الأهلي كأول وصيف في أول بطولتين للدوري العام في أول موسمين، والزمالك لأول مرة يظهر ويكون في المركز الثالث في الموسم الثاني، ثم المركز الثاني لنادي الزمالك في الموسم الثالث موسم 50-51. إذن فاول لصالح فريق غزل المحلة. المتخصص هنا مصطفى علي المعروف بكالوشا، متخصص الكرات الثابتة كالوشا. نشاهد كالوشا يحولها ولكن بعيدة على مرمى الغرباوي وتكون ضربة مرمى. الموسم الرابع لم يلعب الحقيقة بسبب موسم 51-52 بسبب الأولمبيات الصيفية، وكان الموسم الرابع انطلق في موسم 52-53 والأهلي فاز به. الأهلي كان صاحب أول 9 مواسم، يعني 9 مواسم الأولى من الدوري حققها النادي الأهلي. وهذه كرة مرة ثانية، كان الزمالك أول انتصار له بالدوري سجله موسم 59-60، هو الموسم العاشر وفيه الأهلي حل ثالثا والترسانة حل ثانيا، وعاد الأهلي في الموسم 11 وفاز، وأيضا في الموسم 12 والترسانة يسجل أول لقب له للدرع الدوري كان في موسم 62-63، وثم عاد الزمالك يسجل ثاني انتصاراته في 63-64 و64-65 يسجل أول ثنائية متتالية للدوري للدرع العام بالنسبة لنادي الزمالك. يعني الزمالك أول ثنائية سجلها أو من خلال فوزين متتاليين في الدوري بالدرع كان في موسم 63-64 و64-65. طبعا هذا ما سجلناه لنبدأ لأعرق وأقدم دوري في القارة السمراء، القارة الأفريقية، والاتحاد المصري من مؤسسي الكاف، وأكيد وهم أسياد أفريقيا كمنتخب مصر بإنجازاته وألقاب سواء أندية سواء منتخب. تحول الكرة إلى خارج الملعب كورنر الأول في المباراة لفريق غزل المحلة، يكون للغزل لأن مقابله 3 ركنيات كانت لفريق الداخلية. وندخل الآن في الدقيقة 39 مشاهدينا الكرام، الداخلية 0-0 في مستهل الجولة رقم 24. الكورنر، يحيى يحول الكرة يخرج لها الغرباوي، هنا الكابتن سمير كمونة نجم الأهلي واللي سبق ولعب في البوندسليغا، لعب أيضا لنادي كايزر سلاوتري. شوفوا هنا الغرباوي تحصل على الفاول، كانت له المسافة المسموح عدم مضايقة فيها الحارس المرمى. ترجع الكرة مرة ثانية لفريق الداخلية، التعادل السلبي لازالت في هذه المباراة. الدقيقة 40، لا جديد يذكر ولا قديم يعاد في 40 دقيقة اللي مرت، ومتبقي 5 دقائق في مباراة كما قلت ما شاهدناش فيها جملة تذكر في 40 دقيقة اللي مرت. عاصم سعيد، كرات تقطع بنفس الكيفية بنفس رتابة وركاكة الأداء اللي نراه، يقطعها فريد نفس الشيء، الميس باس حدث ولا حرج وعدد ولا تمل من قبل الميس باسات العديدة في هذه المباراة. مرة ثانية تمشي الكرة من هناك لمحمد رمضان عبد الغني، 1-2 يحيى إلى رمضان عبد الغني، ولكن يبعدها فريد شوي، اصطدمت الكرة بمحمد رمضان عبد الغني وتكون ضربة مرمى. محمود الغرباوي حارس مرمى الداخلية في التنفيذ يحول الكرة طويلة، الدقائق 4 المتبقية على نهاية الوقت القانوني للشوط الأول لهذه المباراة.
مباراة أيضا ما أعتقدش أن الوقت البدل الضايع تجاوز الدقيقة على أسوأ الظروف، دقيقتين وهي كثيرة على ما رأيناه في هذا الشوط. لكن سنرى القرار لحكم المباراة السيد عمرو عايد فيما تبقى من دقائق قليلة لهذا الشوط الأول في تعادل سلبي في النتيجة وفي الأداء. وتمشي الكرة فريد شوي، سيريال بايلا، مرة ثانية عبد العزيز موسى يحول كرة على اليمين لينطلق من هناك بكار، رقب بكار، تنقل لعمر، عمر مرعي، باصية حلوة لبايلا، تمشي مرة ثانية، خذ وهات وحاول من جانب فريق الداخلية، ولكن أسامة رقب في إبعادها وتكون إلى خارج الملعب. كورنر لصالح نادي الداخلية، ركنية رقم 4 للداخلية مقابل ركنية واحدة لغزل المحلة. في 42 دقيقة مرت من هذا الشوط الأول، كرة تلعب، يبعدها رقب، تعود مرة أخرى في انطلاقة من هناك، ولكن في فاول وخطأ لصالح فريق الداخلية، خطأ لـ 23 هنا أحمد شعراوي. لعادة مرة ثانية ونشاهد ونتابع معا مشاهدينا الكرام. إذن الفاول، المباراة بدت بفاول ونحن الآن في اللحظات الأخيرة، فاول لفريق غزل المحلة، لفريق الداخلية على مرمى غزل المحلة. بالطبع نرى هدف من كرة ثابتة، لأن كما قلنا الجمل مفقودة في هذه المباراة. التنفيذ هنا يكون لعبد العزيز موسى، سيلعبها مباشرة على مرمى محمد فوزي. دقيقتين ونصف المتبقية تماما، وهذه كرة تصطدم نفس الكيفية اللي شاهدنا فيها في أول كرة شبيهة له مع انطلاقة الدقيقة الأولى من المباراة. هناك لاعب من فريق غزل المحلة واقع الأرض، ترجع الكرة واحدة اثنين في انطلاقة سريعة من هناك، يحاول عاصم تمشي وخطرة، ولكن التغطية من دفاع فريق غزل المحلة، ترجع من عبد العزيز موسى إلى بكار، الكروس عرضية واحدة اثنين من مرعي، وتنقل والتسديدة من جمال، وترجع لمرعي يعكسها عرضية من يتابع من هناك، تمشي لوحدة اثنين لعبد العزيز موسى ويلعب الكورة، انت وبختك من يصوب، وهذا سريال بايلا. وترجع مرة أخرى محاولات ضاغطة في هذه اللحظات الأخيرة من شوط المباراة الأول من جانب فريق الداخلية في آخر دقيقة ونصف على نهاية الوقت القانوني. كالوتشا، هناك لاعب من فريق غزل المحلة واقع الأرض، وتنشال الكرة وفي النهاية تصل عند الحارس محمد فوزي. هذا هو علاء عبد العال مدير الفني لنادي الداخلية، حكم تأكد من سلامة لاعب فريق غزل المحلة الواقع الأرض. أمور طبعا في هذا الشوط حتى الآن التعادل السلبي النتيجة السائدة. كما قلت كل المواجهات الأربع الأخيرة انتهت بالتعادل، آخرها تعادل إيجابي 1-1 في الدور الأول بين الفريقين في ملعب غزل المحلة في استاد المحلة. لعادة للكرة الماضية، هذا عبد العزيز موسى ومعه أيضا كان مع بكار عبد العزيز موسى، ولكن لعب بهذه الطريقة. ونرى رأسية اللي تابع مبارح مباراة واحدة من المواجهات النهرية في تشامبيونز ليج بين أتلتيكو وبرشلونة ويشاهد هذه المباراة، وكأن كنا في كوكب آخر تماما تلعب فيه كرة اسمها كرة القدم ونحن نعيش مع هذه الكرة. لكن أعتقد أنها مش كرة قدم، ما عرفناهاش، كرة عالية، كرات مقطوعة، كرات غريبة. حتى الآن ما فيش أي جملة، مع كل حب والتقدير للفريقين، لكن نريد نشاهد الكرة الحلوة، وهذا من حقنا بالطبع. لكن عندما نلوم، لأن ممكن أن يقدموا أفضل العطاءات وأفضل الأداء وأفضل مستوى مما رأيناه في الدقائق 45 اللي مرت في هذا الشوط، ونلعب في الدقيقة الأولى من الوقت البدل الضايع. ترجع الكرة للخلف، أربع دقائق على إيه؟ الله أعلم. لكن هذا تقدير حكم الساحة عمرو عياد، يعني معجب بالأداء وما الذي حدث. أربع دقائق في شوط أول، ما أعتقدش أن المباراة كانت توقفت لهذه الدرجة من الدقائق،
لكن يبدو أنه عمرو عياد يحسب بدقة الحقيقة أي توقف. تمشي الكرة مرة ثانية لكن في النهاية تصل عند الحارس الغرب، الحارس طبعا محمد فوزي. مثلا عندما تشاهد البريمير ليج والليغا والمباريات في البوندسليغا، حتى مباراة اتلتيكو برشلونه امبارح في الشامبيونز ليج، تجد في الشوط الاول دقيقه ودقيقتين بالاكثر كوقت بدل ضايع، واحيانا في البوندسليغا 45 دقيقه تكون بالتمام والتمام، لكن هنا اربع دقائق امر مبالغ فيه في مثل هذه المباراه وما رايناه تماما. تعود 1-2 في انطلاقه من جانب فريق الداخليه ولكن تذهب لضربه مرمى. دخلنا الان في الدقيقه الثانيه من الوقت بدل الضايع، التعادل السلبي في المباراه. ضربه مرمى لفريق غزل المحله، شوط منتهي بالتعادل السلبي اداء ونتيجه بين الفريقين. الخطوره كما قلت، نعم الداخليه ماسك الكره لكن ما فيش تهديد بالصوره كبيره الحقيقه على مرمى محمد فوزي في هذا الشوط الاول من المباراه. تعود مره ثانيه نفس النمط الاداء في مجمل دقائق هذا الشوط الاول اللي غابت فيه كل الجمل الكرويه. تمشي الكره الان سريعه من هناك، مرعي ينقلها في محاولة فريق الداخلية وخطرة وجول. كورة لعبها بشكل حلو، هي الأحلى في هذا الشوط لفريق الداخلية في الدقيقة الثالثة من الوقت البدل الضايع، ويسجل من خلالها مرعي الهدف الأول للمباراة. خذها 1-2 مع محمد جمال ويسجل الهدف الأول، وهذه الجملة الوحيدة اللي جاء من الهدف وتكون في هذا الوقت القاتل. وشوف الكرة عمرو مرعي وباصاها مع محمد جمال ويسجل من خلالها مرعي هدف المباراة الأول في هذه الأثناء، وبالطبع الداخلية يتمكن من إحراز هذا الهدف في مرمى غزل المحلة، هدف مقابل لا شيء في الدقيقة الثالثة من الوقت البدل الضايع. يتقدم إذن الداخلية كما قلنا في أول جملة نراها بعد مرور أكثر من 48 دقيقة من أحداث هذا الشوط الأول من المباراة. كرة تمشي طويلة الآن، هذا الهدف ربما يكون في صالح المباراة في الشوط الثاني. ترجع الكرة الآن لعاصم يلعبها طويلة، عاصم سعيد تحول إلى خارج الملعب ورمي التماس لفريق الداخلية. خلاص 20 ثانية على نهاية الدقيقة الرابعة من الوقت البدل الضايع، وفي هذه الآونة يصفر حكم المباراة عمرو عايد على نهاية الشوط الأول للقاء هنا في استاد كلية الشرطة بتقدم فريق الداخلية في الوقت البدل الضايع عن طريق عمرو مرعي في الدقيقة الثالثة من الوقت البدل الضايع. مشاهدينا الكرام، ملتقانا بكم يتجدد إن شاء الله في الشوط الثاني، لذلك الحين لكم منا أحلى تحية وإلى اللقاء. 9 ضربة البداية في الشوط الثاني مع صافرة حكم المباراة عمرو عايد لفريق الداخلية. رمي التماس فريق غزل المحلة، محمد فوزي لحراسة المرمى، أسامة رقب 15، محمد الدعلي 2، محمد رمضان عبد الغني 26، مصطفى علي كالوشة 3، أحمد عبد العال 12، أحمد رشوان 27، محمد محسن 5، اسلام جمال 23، محمد يحيى 22، ومحمد خليفة رقم 19. إذا الكرة مرة ثانية فريق الداخلية يريد أن يعزز بالهدف الثاني، هدف الأمان ومرعي والثاني والقائم يرفض. كرة الهدف الثاني على ما فريق الداخلية ضاعت، القائم وكرة المهاجم الخطير عمرو مرعي كادت أن تأتي بالجديد، كادت أن تأتي بثاني الأهداف لفريق الداخلية، ولكن القائم الأيسر لمرمى محمد فوزي ينقذ مرمى مع مطلع الدقيقة الأولى من الشوط الثاني. وكاد أن ينجح الحقيقة فريق الداخلية في إحرازه. شوفوا الإعادة، شوفوا الكورة والمتابعة، ومرعي لعبها بيمناه والقائم رفض وصد هذه الكورة، الهدف الثاني الضائع
من فريق الداخلية. فريق الداخلية كما قلت انتصار، وهذا يجعله يتقاسم المركز السادس مع مصر المقصة ب 36 نقطة، ويكون فارق نقطة واحدة عن إسماعيلي صاحب المركز الخامس اللي عنده 37 نقطة، وسموحة صاحب المركز الرابع عنده 38 نقطة، نقطتين على المركز الرابع وثلاث نقاط على المركز الثالث اللي في نادي المصري، وخمس نقاط على المركز الثاني اللي في نادي الزمالك. هذا في حالة تأكيد فوز الداخلية على غزل المحلة في هذه المباراة. وطبعا فريق غزل المحلة كما قلت لم يذق الفريق الوحيد طعم الانتصار في هذا الموسم حتى الآن في مباراته رقم 24. الورقة الصفراء الأولى تظهر في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام، وتكون من نصيب كما رأينا إسلام جمال من جانب فريق للاعب فريق الداخلية شعراوي، نعم أحمد شعراوي، أحمد شعراوي واللي تحصل على الورقة الصفراء في هذه اللحظات. فاول للنادي غزل المحلة، التنفيذ رقم 2 هنا البعلي يحول الكرة، ترجع الكرة مرة ثانية، فريد شوقي يلعبها أمامية تمشي لمرعي، جمال يحولها لمرعي من جديد، ولكن أسامة رجب في التغطية، تعود لصالح فريق غزل المحلة. أذكر بأن لقاء الذهاب في الدور الأول انتهى بالتعادل هدف لهدف، هل ينجح الغزل في التعديل النتيجة؟ سنتابع. كما قلنا المواجهات الأربع الأخيرة دائما انتهت بالتعادل بين الفريقين. انطلاقة من هناك في محاولة سريعة لفريق غزل المحلة، خطرة الكورة الخطيرة لفريق غزل المحلة، شوط ثاني بدايته أفضل بكثير مما كان عليه الحال في شوط المباراة الأول. إذا شاهدنا فرصة ضاعت من فريق الداخلية، تبعتها مرة ثانية فرصة خطرة أيضا لفريق غزل المحلة، كادت أن تصفر عن هدف التعادل. وهذه المحاولة من هناك إسلام جمال يمشي بها، إسلام جمال يحاول تمشي الكرة مرة ثانية لأحمد عبد العال، ولكن ضعيفة تصل عند الحارس الغرباوي. دخلنا في الدقيقة 4 دقائق طبعا من شوط المباراة الثاني، فيها فريق الغزل كاد أن ينجح في تعديل النتيجة، ولكن تألق الغرباوي في الكرة الماضية في صد هدف شبه مؤكد لفريق غزل المحلة. كما قلت هذا الفريق عمره 80 عاما من الأندية الجماهيرية لفريق غزل المحلة، والأندية اللي كما قلنا حضوره في الدوري وكان بطل الدوري لإيجيبشن بريمير ليج مرة واحدة في تاريخه كابتن سمير كامونة. المحلة فاز باللقب موسم 72-73، وأيضا كان الفريق الوصيف في موسم 75-76 فترة ذهبية لفريق غزل المحلة، فاز باللقب مرة والوصافة مرة واحدة، وكاس مصر فاز بها أو كان وصيف وصل لنهائيها 6 مرات، وكان الوصيف 6 مرات آخرها 2001، أولها في 75-79-86-93، هذه المركز الوصافة اللي كانت لغزل المحلة في 2001، آخر مرة كان في مركز الوصافة. أيضا في نسبة للسوبر كاب كان الوصافة في 2001 لفريق غزل المحلة، يعني فريق بالطبع اللي كان حتى في النهائي في المشاركة في كأس الكؤوس أبطال الكؤوس الأفريقية 74 والسيمي فاينل في 75، وكان أيضا في شارك في 2002 وخرج من الدور الكوارتر فاينل بالنسبة في البطولات كأس الكؤوس الأفريقية لفريق غزل المحلة. هذا الفريق اللي كما قلت تاريخه حافل كان، ولكن يبحث عن عودة لتاريخه وسجله في 80 سنة، ولكن فترة السبعينات والثمانينات من هذا العقد نصفها تقريبا كانت من أبرز فترات نادي غزل المحلة، وأواخر التسعينات ومنتصف التسعينات وفي مطلع الألفية، وثم غاب عن الأضواء وأصبح يعود
من حيث أتى. هذا بالطبع الفريق الذي كما قلت يحتاج إلى اهتمام كبير حقيقة من مسؤولي ومتابعيه، لكن التاريخ يذكره دائما واحد من الأندية الجماهيرية واللي تحظى بشعبية كبيرة الحقيقة بالنسبة لفريق غزل المحلة. تعود الكرة مرة ثانية لصالح فريق الداخلية، 7 دقائق في شوط المباراة الثاني. بيالا يعكس الكرة عرضية وسامة رجب في تغطيتها. هذه عودة مرة أخرى الآن. الموسم اللي فاز فيه غزل المحلة بالدوري موسم 72-73 هو الموسم رقم 18، وكان فيه الزمالك مركز الوصافة والإسماعيلي في المركز الثالث. نعلم بأن الدوري توقف بسبب الحرب والنكسة 67 حتى 71، وأيضا هذا الاستوني بعد ذلك موسم 72 وفاز به نادي غزل المحلة، ثم توقف في حرب أكتوبر 73-74 وحرب العبور طبعا، واللي بعد عودته في موسم 19 فاز به النادي الأهلي. أيضا الأهلي فاز به بعد ذلك الموسم 75-76-77، صاحب الأكثر إنجازات في هذا الموسم. توقفات عديدة طبعا، توقف الدوري بسبب أحداث بورسعيد 2011 في الموسم 2011-12 لم يستكمل، وأيضا 2012-2013 عاد والأهلي فاز به في موسم 65، والزمالك الموسم الماضي موسم 56، وهذا الموسم هو الموسم رقم 57. كما قلت البطولة الأعرق والأقدم، شهدت توقفات حتى في سبب مشاركة منتخب مصر في كأس العالم 90-89 وموسم 89-90 توقف في هذه أبرز التوقفات التي حدثت في الموسم. تمشي الكرة الآن، متابعة مرة ثانية، محاولة من هناك لكن التغطية سامة رجب، ولكن فيه إراية والتسلل وركلة حرة غير مباشرة لصالح فريق غزل المحلة. تمشي الكرة مرة ثانية في المنتصف، عودة الكرة لصالح نادي غزل المحلة. 10 دقائق لاعب في شوط المباراة الثاني. الداخلية تقدم بهدف عن طريق عمرو مرعي في الدقيقة 3 من الوقت البدل الضائع في شوط المباراة الأول. تعود الكرة الآن، وهذه المتابعة وإلى خارج الملعب رمي التماس. في تاريخ الدوري طبعا أكثر هداف سجل في موسم واحد كان نجم الراحل الكابتن حسن الشادي، اللي سجل 32 هدف مع نادي الترسانة، وكان ذلك في موسم 62-63، وبعدها أيضا توأمه في نادي الترسانة مصطفى الرياض، كابتن مصطفى الرياض 27 هدف في موسم 63-64، كانوا سيطروا على أنهم يكونوا أفضل هدفين من موسم 61-62 حتى موسم 65-66. هذه الأهداف ننسى أيضا صاحب السجل هو حسن شادي، 34 هدف في موسم 74-75 في الدوري، كأكثر لاعب سجل أهدافه في موسم واحد في الدوري بشكل عام. الموسم الماضي نذكر حسام باولو، حسام سلامة لاعب الداخلية السابق انتقل لسموحة، بالطبع سجل 20 هدفا. هذا بالنسبة لهدفي الدوري كان في المواسم الماضية. طبعا غزل المحلة كان عنده وماشى هدافه، هداف موسم 72-73 الموسم اللي فاز به بالنسبة لفريق غزل المحلة بالدوري، كان سجل في ذلك الموسم 11 هدف.
بالنسبة لأوماشا نجم كان لفريق غزل المحلة في ذاك الموسم. تمشي الكرة مرة ثانية مع الدقائق الأولى في هذا الشوط الثاني مشاهدينا الكرام. هنا رقم 12 ترجع الكرة الآن لصالح فريق الداخلية. عبد العزيز موسى فريد يمشي الكرة مرة أخرى لمحمد جمال، لاعب ممتاز هذا، تمشي لبكار، بكار يلعبها باتجاه مرعي لكن تنشال والتغطية حاضرة من قبل دفاع فريق غزل المحلة. بيالا رقب في التغطية، محاولات لفريق الداخلية لتعزيز النتيجة ويلعبها بيالا ولكن يحاول اللحاق بها محمد فوزي ما تمكنش من ذلك وتكون الكرة إلى خارج الملعب. كورنر لصالح الداخلية، تقنية رقم 5 للداخلية في المباراة. التنفيذ هنا لمحمد جمال في تنفيذ الكورنر. نشاهد ونتابع. يلا محسن محسن. الكورنر لفريق الداخلية، تحول الكرة من هناك وترجع والتغطية تعود مرة ثانية لصالح نادي الداخلية في فاول. هنا رقم 12 أحمد عبد العال ولكن الحكم احتسب بالفاول لبكار. كرة من مكان خطير. إذن التنفيذ هنا محمد جمال يلعب في الكرات المرفوعة دائما والثابتة بالنسبة لفريق الداخلية. كرة تحول إلى خارج الملعب. افضل هدافين على مدار تاريخ البريمير ليج بالنسبه لايجيبشن بريمير ليج هو الكابتن الراحل حسن الشادلي 176 هدف، يليه بعد ذلك الاسطوره الهدافيه في افريقيا هو حسام حسن، لعب للزمالك والاهلي والمصري والترسانه والاتحاد، هذه الانديه اللي لعب معه وسجل معه 168 هدف، لكن لازال الراحل حسن الشادلي هو الاكثر لاعب سجل في تاريخ البطولات او الدوري المصري العام منذ انطلاقته من 1948 حتى الان، وهنا نحن نعيش النسخه رقم 57، ويليه ايضا مصطفى الرياض 123 نجم الترسانه، وهنا ايضا السيد الززوي اللي سجل 112 هدف اللي لعب في المصري ولعب في الاهلي، ومحمود الخطيب 108 هدف في القائمة، يأتي خامسا برصيد 108 هدف نجم النادي الأهلي البيبو. الفاول التنفيذ لعبد العزيز موسى، الكرة خطيرة بيالا ولكن تذهب بسلام على مرمى محمد فوزي، تكون ضربة مرمى ساعة من اللعب. أحمد الكاس النجم الأولمبي الإسكندري وأيضا الزمالك والاتحاد الإسكندري سجل 107 اللي دخلوا النادي المئة في الدوري، وأيضا أبو تريكا سجل 105 لعب للترسانة ولكن أكيد دا عصيته أكثر للماجيكو مع النادي الأهلي. التغيير الأول سنراه لفريق الداخلية، أحمد الأطراوي، أحمد الأطراوي في التغيير القادم لفريق الداخلية وتعليمات الكابتن على عبد العال. تمشي الكرة مرة ثانية وهذه المتابعة تنقل الكرة للخلف، تصل عند محمد فوزي، إذن غزل المحلة استقبلت شباكه الآن 36 هدف بهدف مرعي في مباراة رقم 24، أسوأ نتيجة وأسوأ موسم في تاريخ غزل المحلة في دوري الأضواء، اللي كما قلت هذا الفريق كان بطلا للدوري المصري في يوما من الأيام، كان يا ما كان، ولكن دائما التاريخ يذكر ويسجل له
هذا الإنجاز، لكن يعتبر أسوأ موسم له على الإطلاق، لم يحقق فيه أي انتصار. التغيير الآن دخول أطراوي، أطراوي دخل من جانب فريق الداخلية، التغيير الأول بعد مرور 62 دقيقة لاعب من عمر المباراة. تعود الكرة مرة ثانية من جانب فريق الغزل. هل يتكرر سيناريو المواجهات السابقة بين الفريقين ونرى التعادل لفريق غزل المحلة؟ هل يتكرر سيناريو لقاء الدور الأول اللي انتهى أيضا بالتعادل 1-1؟ ترجع الكرة مرة ثانية في انطلاقة لبكار. الداخلية يريد يؤمن النتيجة، وكرة كادت أن تغالط فوزي ولكن كانت في المتناول، كانت ضعيفة من بكار. تمشي الكرة مرة ثانية والتغطية التحول إلى خارج الملعب، رمية جانبية يتركها هنا محمد خليفة، يلعبها كالوشا رمية التماس، وفي فاول لصالح فريق الغزل. تلعب الكرة سريعة، يحاول يمر محمد يحيى، مازال محاصر مع بكار اللي يقوم بدور ممتاز من الرواق الأيمن لفريق الداخلية. ترجع الكرة لجمال، محمد جمال في انطلاقة من هناك، تعود لصالح نادي الداخلية رمي التماس. نتيجة هدف لصفر غير مضمونة تماما، واضحة من ملامح الكابتن علاء عبد العال المدير الفني لفريق الداخلية. عودة الكرة من هناك، ترجع لصالح كالوشا، يتابع خليفة ولكن إلى خارج الملعب، تغطيتها كانت من عبد العزيز موسى. تعود مرة ثانية الآن، في صافرة، شوف التدخل هنا، كانت الصافرة على كالوشا، خطأ لصالح الداخلية. تحول كرة من شهاب، ترجع مرة ثانية من المحاولات التي تمر في هذه المباراة والدقائق التي نعيشها حتى الآن بعد الوقت الذي يمضي، ولا تزال الأمور حتى الآن فريق الداخلية المتقدم بالهدف الوحيد بعد مرور 65 دقيقة لعب، 20 دقيقة من الشوط الثاني. هذا مرعي صاحب الهدف سمير كمونة. هل يعود الفريق المحلاوي في هذه المباراة والأمور تبدو صعبة جدا ولكن ليست بالمستحيلة، لكن فريق الداخلية يطمح لتعزيز النتيجة ويؤمن النتيجة بهدف ثاني، عنده الإمكانيات لذلك الحقيقة. لفريق الداخلية اللي سجل في 22 مباراة 25 هدف، واستقبلت شباكو 22 هدف بمعدل هدف في كل مباراة استقبله فريق الداخلية، لكن الأمور لا تزال غير واضحة تماما في هذه المباراة بالنسبة للفريقين. قد يتمكن الداخلية من تعزيز النتيجة أو غزل المحلة من تعديلها. كما ذكرت دائما إحصائيات مباريات غزل المحلة والداخلية في آخر أربع مواجهات، طبعا الداخلية هو حديث في العشر العقود الأخيرة، العقد الأخيرة والعشر سنوات الأخيرة، وهذه كرة مرة ثانية شاهدوها خطيرة خطيرة تذهب إلى كورنر، ضربات ركنية بالجملة ألت لفريق الداخلية في هذه المباراة. كما قلت الداخلية حضوره كان في المواسم الأخيرة يعني، لكن غزل المحلة نعم عريق كبير، تأسس ست عام 1936-80 عاما، لكن غاب عن منصات التتويج وغاب عن حضوره لسنوات كثيرة في دوري الأضواء، فلذا المواجهات المباشرة الأخيرة كانت أربعة ما فيهاش أي انتصار للفريقين. التعادل الإيجابي كان حاضر فيها ثلاث مرات، والتعادل السلبي كان حاضر فيها مرة واحدة، وعدد الأهداف المواجهات السابقة الأربعة السابقة أربع أهداف
في كل فريق. يعني دائما التعادل يكون في الأربع مواجهات التعادل 1-1، يعني 1-1 تكررت 3 مرات بين الفريقين، 3 مرات، وقد تكون الرابعة أقولها، قد تكون الرابعة في هذه المرة، تعادل إيجابي كما قلت 1-1 تكرر 3 مرات بين الفريقين. تعود الكرة مرة ثانية، إلى خارج الملعب، وهنا تغيير أول سنرى لفريق غزل المحلة، إبراهيم حسن، طبعا إبراهيم حسن اسم نراه كثيرا في الدوري المصري، متكرر هذا الاسم والأسماء متكررة، كما محمد رمضان، المحلة عندهم أيضا محمد رمضان، ولكن محمد سيد رمضان اللي غايب عن الفريق ومش موجود في القائمة، وفي محمد رمضان عبد الغني، وإبراهيم حسن في الإسماعيلي، إبراهيم حسن طبعا مع إبراهيم حسن الشهير، طبعا الظهير الأبرز على القارة الأفريقية كابتن إبراهيم حسن وشقيقه وتأمه كابتن حسام، لكن هذه الأسماء كما قلت متكررة بشكل كبير، سواء أسماء لعيبة أو سواء أسماء نجوم فن في الملعب في فريد شوقي، شاهدنا أيضا في عماد حمدي في الدوري المصري، في أسماء عديدة الحقيقة متكررة في هذه البطولة. تعود الكرة الآن من جانب فريق غزل المحلة، ترجع والتحول إلى خارج أو إلى منتصف ملعب فريق غزل المحلة، هناك لاعب من فريق الداخلية واقع على الأرض، سلامات مرعي صاحب الهدف الوحيد، سلامات إن شاء الله بكل روح رياضية تم إخراج الكرة، وسنرى التغيير الأول بالنسبة لفريق غزل المحلة في هذه الدقيقة 69 بدخول إبراهيم حسن رقم 17 وخروج إسلام جمال هل يتردد؟ لا مش ما أعتقدش، هل هو إسلام جمال الذي يغادر أم لا؟ يبدو هناك في تغيير رأي من سيغادر، مع التغيير الذي سنراه بالنسبة لفريق غزل المحلة حتى الآن اللوحة الإلكترونية لاحظنا أن إسلام جمال هو الذي سيخرج ويدخل مكانه إبراهيم حسن، أم يبدو أن الجهاز الفني لفريق غزل المحلة عنده وجهة نظر أخرى؟ هذا مرعي صاحب الهدف المباراة الوحيد، 70 دقيقة لعب، تلعب الكرة، استناه بترجع بكل روح رياضية، تمشي لعندها محمد فوزي، حتى الآن لم يتم الاستبدال والتغيير بالنسبة، تأجل لفريق غزل المحلة، عودة الكرة مرة ثانية، تعود الكرة الآن اللي عندها موسى، طويلة باتجاه أيضا اللاعب محمد جمال، وورقة صفراء ثانية في المباراة، إذن الورقة الصفراء الثانية في المباراة تظهر الآن على 27 أحمد عادل رشوان إثر هذا التدخل لإعاقته للاعب محمد جمال. إذن التغيير القادم ننتظره لفريق غزل المحلة اللي تم تأجيله وتأخيره، تعليمات من سمير كمونة يبدو ذلك، قد يغير وجهة نظره في تغيير إسلام جمال، سنرى. تعود الكرة مرة ثانية وفي فاول، هذا هو إسلام جمال، طبعا إبراهيم حسن حنط لازال هو يقوم بعملية الإحماء ينتظر الدخول، يعني فترة طالت 3 دقائق وهو في هذا المكان، مع سبب تأجيل التأخير كابتن لا أعلم لماذا. إلى خارج الملعب تماس، الآن يتم الآن طبعا غير رأيه،
سيستبدل الآن أحمد عادل رشوان اللي تحصل على الإنذار. انتظر أقرب لاعب يتحصل على الإنذار يستبدله، يبدو ذلك يعني فيش تحليل آخر غير ذلك. أحمد عادل رشوان مكان إبراهيم حسن، تمشي الكرة من هناك، المتابعة من محسن، واحدة اثنين من جانب فريق غزل المحلة. دائما لغة التعادل حاضرة في لقاء غزل المحلة والداخلية. هل يتمكن المحلوية من إدراك التعادل أم أن الداخلية يكسر القاعدة المواجهات السابقة ويحرز الثاني؟ الأهداف مرعي والثاني ضاع. كورة الثاني من قبل عمر مرعي، وكان بالطبع يريح تماما فريق الداخلية، ولكن هذه الكورة ضاعها ربما تعطي تفاول كبير لفريق غزل المحلة للعودة للمباراة، وما فيش تسلل وكورة الهدف ضاعت أسهل بكثير من الهدف اللي جابه في الشوط الأول. انفراد تام مع فوزي اللي أنقذ مرماه ولعب دور رائع فيها حارس مرمى فريق غزل المحلة اللي حقيقة ما قصر في هذه المباراة. عموما هدف ضاع، وهدف اللي ضاع بهذه الطريقة قد يندم عليه فريق الداخلية. ورمي التماس لفريق غزل المحلة، تلعب طويلة داخل منطقة الجزاء، تعود مرة ثانية محاولات فريق غزل المحلة للعودة للمباراة. دخلنا 73 دقيقة والتفوق لفريق الداخلية بهدف مقابل لا شيء. هذا هو صاحب الهدف عمرو مرعي، الهدف الذي سجله في الدقيقة 3 من الوقت البدل الضائع في شوط المباراة الأول. ترجع الكرة مرة ثانية والمتابعة من هناك في المنتصف، تنقل الكرة لصالح فريق غزل المحلة في محاولة الوصول إلى شباك الغرباوي. عودة من هناك إسلام، إسلام جمالي بصيها، واحدة اثنين، إبراهيم حسن يهيئها مع خليفة، لكن التغطية حاضرة هذه المرة من بكار اللي ينقلها أمامية باتجاه مرعي. تراجع واضح من جانب فريق الداخلية للمحافظة على الهدف الوحيد، والتغيير في الورقة الأخرى التي سيستخدمها أيضا الكابتن سمير كمونة في تغييره القادم. قد يكون أحمد يوسف أو أحمد عبد الرحمن مع الخيار الثاني والتغيير الثاني في آخر ربع ساعة من الوقت القانوني المباراة. ساعة وربع والداخلية متفوق على غزل المحلة والباقي الربع ساعة. كل الأمور حتى الآن تأتي في صالح الداخلية، لكن هدف وحيد كأنك تلعب بالنار، نتيجة غير آمنة على فريق الداخلية المطالب بالانتصار وتحقيق المكسب ليجعل الفريق يدخل معمعة المراكز الست الأوائل في الدوري، ويصبح قريب جدا حتى المركز الثالث والثاني في نفس الوقت مع الجولات الباقية وتشتد فيها المنافسة. إذن التغيير الثاني اللي يدخل الآن رمضان ربيع مكان محمد خليفة، يغادر من جانب فريق غزل المحلة التغيير الثاني. إذن رمضان ربيع مكان محمد خليفة في تغيير ثاني لصالح فريق غزل المحلة في ربع الساعة الأخيرة من عمر المباراة. فاول غزل المحلة في آخر ثلاث مباريات خسر بهدف وحيد بنفس النتيجة أمام أسوان وأمام الإنتاج وأمام المقاولون، واليوم أمام غزل المحلة في رابع المباريات خسرت بذات النتيجة 1-0. لكن لا نسبق الأحداث، قد يفعلها فريق غزل المحلة ويخطف التعادل في الرمق الأخير من عمر المباراة مع التراجع الملحوظ الذي نراه لفريق الداخلية. كالوشا تعود الكرة مرة ثانية، إبراهيم حسن كالوشا لكن تنشن من بكار،
تعود من إبراهيم حسن 1-2، يتابع من هناك رمضان ربيع، كرة مقطوعة تعود إلى عبد العال، أحمد عبد العال إلى كالوشا كابتن المحلة، إبراهيم بيعكسها للوراء إلى كالوشا، كالوشا يباصيها 1-2، محلة يحاول نقل الكرة بشكل حلو والتصويبة لكن بعيدة على مرمى الغرباوي، التصويبة التي كانت محمد محسن تذهب لضربة مرمى، ضربة مرمى لفريق الداخلية كما قلت، نتيجة 1-0 غير آمنة، هي كرة ينجح فيها فريق المحلة قد يعيده للمباراة. الغرباوي يحول الكرة طويلة في منتصف الملعب، من هناك تعود الكرة الآن ولكن إلى خارج الملعب، رمي التماس. أو إشارة إلى دفعة، نعم فاول لصالح فريق الداخلية. تعود الكرة من هناك لمرعي، بكار، جمال، مرعي مرة ثانية، مرعي يحاول يلمها بشكل حلو، يرجع الكرة للخلف لبكار، تحول لتماس لصالح فريق الداخلية مع الدقائق التي تمر في هذا الشوط الثاني. بكار إلى بايلا، بايلا يحاول دخول مع دفاع فريق غزل المحلة في أمام زحمة أمامه، كانت كرة تقطع من أمامه، تنقل الكرة السريعة طويلة لكن دون عنوان سوى أنها تصل عند الحارس محمد فوزي اللي أنقذ فريقه من هدف ثاني شبه محقق كان لمرعي في انفراد تام قد يندم عليه فريق الداخلية. تمشي الكرة من هناك لربيع يحولها حلوة، ربيع وكرة مرة أخرى وخطيرة للمحلوية ولكن ضاعت من فريق غزل المحلة، ترجع الكرة مرة ثانية لصالح الداخلية، متابعة من هناك رقم 10 طبعا الأطراوي على عبد العال، والتغيير والخيار القادم إسلام عبد النعيم، التغيير الثاني في الطريق بالنسبة لفريق الداخلية. 11 دقيقة المتبقية من الوقت القانوني في هذا الشوط الثاني من المباراة، تحول كرة على اليمين في انطلاقة بكار ولكن تطول منه الكرة مع هذا الكنترول، كنترول بهذه الطريقة من قبل رجب بكار، مقطوعة الكرة من سريال بايلا، بايلا 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 يحاول يجرب حظه ويصوب، تصطدم بالكرة برجع، تمشي الكرة الأطراوي، أطراوي عودة مرة ثانية، بكار تنقل الكرة طويلة والمتابعة لبايلا، أسامة رجب ترجع الكرة الآن 1-2، إبراهيم تعود الكرة الآن لصالح نادي الداخلية، في النقل في الأمام وتكون إلى خارج الملعب، رمية جانبية. إذن التغيير الآن بدخول إسلام عبد النعيم مكان 18، رقم 18 مكان 31 بايلا، سريال بايلا وإسلام عبد النعيم رقم 18 يدخل. التغيير الثاني في الدقيقة 81 لفريق الداخلية، أحمد عبد العال، تغيير ثالث في الطريق بالنسبة لفريق غزل المحلة، أرى مهدي صبحي يستعد للدخول، تنقل الكرة مرة أخرى، محاولة فريق المحلوية ولكن كرة طويلة ما يلحقش بها ربيع، والتغيير الآن كالوشا يغادر، إذن كالوشا مصطفى علي كالوشا يدخل مكانه مهدي صبحي ليحمل إشارة الكابتن مكان كالوشا، واضح أن كالوشا غاضب من التغيير والصورة المباراة والتغيير والنتيجة على ملامح سمير كمونة. غرباوي
رقب بالراس، تمشي الكرة من هناك، متابعة مرة ثانية من جانب فريق الغزل، تنقل الكرة، يحاول فريق الغزل ولكن الكرة تقطع بكار، قوم بالناحية الدفاعية لأكمل وجه حتى الآن، مع أيضا إمكانيات شبه ضعيفة الحقيقة بالنسبة للمحلة من ناحية التحضير الهجومي. أحمد عبد العال مساعدة كثيرا فريق الداخلية، إبراهيم تعود الكرة مرة ثانية، إبراهيم حسن من جمال، أحمد الأطراوي، أطراوي وتحصل على الفاول، هذا هو الطاوي، أحمد الأطراوي تماما، فاول، التنفيذ لرقب، رقب بكار الظهير الأيمن لفريق الداخلية، اللي كما قلت الداخلية فوزه اليوم يعتبر الفوز التاسع، ويدخل إلى النقطة ويصعد إلى النقطة 36، يتساوى كما ذكرت مع نادي المقصة في عدد النقاط، ولكن مع أفضلية نادي المقصة عنده مباراة مؤجلة في هذا الأسبوع 24، مباراة المؤجلة مع مصر فريق الإنتاج الحربي، لازال بالطبع الدوري نقوله في الملعب، الأهلي بنسبة كبيرة هو البطل، لكن كرة القدم شيء هذا غير مقبول، كل شيء وارد، 13 مباراة يعني 36 نقطة، لكن كما قلنا العملية تشكل ضغط حتى على المنافس الأقرب للنادي الأهلي نادي الزمالك، بحكم أنه سيلعب تحت تأثير المكسب في كل المباريات بغض النظر ماذا سيفعل الأهلي، هذا ما يريده، ان الاهلي لابد ان يفقد 10 نقاط لكي يعود الزمالك للصداره ويحافظ على لقبه، 10 نقاط يعني ان يخسر 3 مواجهات ويتعادل في مواجهه، يعني معنى ذلك يفقد اكثر من 10 نقاط، 11 بونت يعني، تمشي الكره مره ثانيه او يتعادل في 5 ماتشات، بمعنى يفقد 10 نقاط، تمشي الكرة الآن لصالح فريق الداخلية وفاول من مكان خطير لصالح أفضل لاعبي فريق الداخلية في هجوم الداخلية عمر مرعي صاحب الهدف الوحيد في هذه المباراة، في دفعة واضحة والقرار سليم من حكم المباراة عمر عايد أو عمر عايد، عموما الفاول، نشاهد الكرة الخطيرة على مرمى محمد فوزي، الدقائق 5 الأخيرة كما قلنا مشاهدينا الكرام من الوقت القانوني في الشوط المباراة الأول، أحمد الطاوي، الطاوي في التنفيذ، هذه الكرة خطيرة على مرمى فوزي، هدف الثاني يعني هدف الإطمئنان، هدف الأمان للداخلية، يقضي على أي سوبريزا على أي مفاجأة تحدث في اللحظات القاتلة من عمر المباراة، الطاوي وتصدب رقب ولكن كرة خطيرة وفي النهاية تكون مسارها إلى خارج الملعب، حاول متابعتها مرعي ولكن لم يتمكن لعبها بالصورة المثالية فضاعت فرصة ثاني الأهداف على فريق الداخلية والثنائية على مرعي في هذه الكرة، عمر مرعي، أسامة رقب، كرة طويلة من أسامة رقب، من هناك المتابعة تكون وحاول ربيع ومعه أيضا مهدي صبحي ولكن كرة تقطع، تعود لمرعي، تمشي لجمال، محمد جمال يحاول يمر ويتحصل على الفاول، تدخل كان من إبراهيم حسن ويتحصل الآن إبراهيم حسن على الورقة الصفراء، قرار لحكم المباراة السيد عمرو عائد، الجولة الماضية الداخلية كان في الأسبوع 23 خسر أمام الطلائع بهدفين 0،
طبعا هذا الانتصار يعيده للمنافسة على المراكز المتقدمة بالنسبة لفريق الداخلية. كورنر الركنية رقم 8 تقريبا وصلت بجملة ركنيات الآلة لفريق الداخلية في هذه المباراة، لم يستفد منها حتى الآن، حتى الهدف كان 1-2 بين محمد جمال وعمر مرعي. إذن الكورنر تنفذ، الكورنر ويبعدها فوزي، لعبها اسلام عبد النعيم، اسلام عبد النعيم وكرة عرضية مرة ثانية، رقب يبعدها وقلشت منه وترجع الكرة مرة ثانية سريعة من هناك ومتابعة من جانب فريق غزل المحلة. هل يخطف نقطة ثمينة فريق غزل المحلة ويفوت الفرصة على الداخلية للعودة على المنافسة على المركز الرابع والخامس والثالث حتى، يقلص من حظوظه في هذه المراكز أم يعيده ويحافظ فريق الداخلية على من ثلاث نقاط بعد التعثر كما قلت في الأسبوع 23 أمام الطلايا وخسارة 2-0. ترجع الكرة مرة أخرى في فاول لصالح إبراهيم حسن لفريق غزل المحلة. من هذه اللحظات الصعبة على فريق الداخلية، كرة ثابتة، مباراته المقبلة فريق الداخلية في الأسبوع 25 ستكون مواجهة قوية أمام فريق بتروجيت صاحب المركز التاسع اللي عنده 33 نقطة، واللي تغير تماما فريق بتروجيت مع الكابتن طلعت يوسف. تمشي الكرة الآن واحدة اثنين ورايا والتسلل على فريق غزل المحلة. كما قلت الداخلية مباراة القادمة أمام بتروجيت، ثم يلعب مباراة في الأسبوع 26 أمام المقصة، وبعدها إنبي، ثم الشرطة والمصري البورسعيدي المباريات المتبقية له، والسموحة والأهلي وادي دجلة وأسوان والإنتاج الحربي. وكما ذكرت لديه مباراة مؤجلة لم تقرر بعد إلا تقريبا يوم 14 من هذا الشهر أبريل ستقام مع نادي الزمالك، مباراة المؤجلة من الأسبوع 22 الزمالك والداخلية. تعود الكرة الآن، يعني حتى فرصة الداخلية مباراته القادمة من بتروجيت ثم يلعب مع الزمالك، معنى ذلك عنده إمكانية تقليص الفارق وتضييق الخناق على الزمالك، عنده دافع يعني يلعب من أجله في تحديد الخط في المراكز الثانية والرابع أو حتى الثالث، كل شيء وارد يعني. كرة عرضية، ركلة جزاء، ماذا يقول الحكم؟ كرة قريبة وفيها شك يا عمرو عايد، كرة كاد بإمكان أن يحتسب من خلالها ركلة جزاء، ويحتاج سمير كمونة في الكرة الماضية في الدقيقة القاتلة الدقيقة 90 كاد أن ينجح غزل المحلة في خطف هدف من فريق الداخلية يعمق الجرح. كما قلت هدف واحد ليست نتيجة آمنة تماما لفريق الداخلية. تعود الكرة الآن مع بعض الكرات العشوائية قد تحدث المفاجأة، كرة يبعدها أسامة رجب إلى خارج الملعب لتكون رمي التماس. كم من الوقت البدل الضائع سيحتسبه حكم المباراة عمرو عايد في هذه الأثناء؟ لم نرى الإعادة بالنسبة للكرة اللي طالب بها فريق غزل المحلة بركلة جزاء، هل هي فيها دفعة من الخلف أم لا؟ فالعموم زاوية الرؤية اللي حكى المباراة عمرو عايد كانت واضحة بشكل كبير. إذن التغيير الآن، محمد جمال يغادر، وهي الإعادة مرة ثانية، مهدي صبحي يعكس عرضية، شوفوا الإعادة وهذه المتابعة، والكرة والله فيها شك من الوهلة الأولى هل فيها دفع أم لا في هذه اللقطة، لكن القرار لحكم المباراة وطبعا الدفع الذي كان من قبل عاصم سعيد، وهنا يحتج عليها سمير كمونة في هذه الكرة ويتحدث مع الحكم الرابع بالنسبة للكابتن سمير كمونة. لعادة من جانب آخر، عموما هذه اللقطة وعموما زاوية الرؤية حكم المباراة عمرو عايد كانت واضحة بالنسبة له في الكرة الماضية، كرة كانت في لحظة صعبة من عمر المباراة دقيقة 90
هل كانت تحتاج إلى أكثر جرأة وشجاعة من حكم المباراة؟ لكن نرى بالطبع سمير كمون يتحدث مع الحكم الرابع شريف حسن على الكرة الماضية، وهو بالطبع يحتج على عدم احتساب لركلة جزاء لفريق غزل المحلة. مرة أخرى لإعادة، الكرة لم تخرج، وشوفوها من جانب هذه زاوية الرؤية، في دفع، نعم فيها دفع الحقيقة من قبل عاصم سعيد في الكرة الماضية، ركلة جزاء تغاضى عنها حكم المباراة لفريق غزل المحلة. عموما نلعب في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضايع. الداخلية كما قلت أثمن 3 نقاط بالنسبة له، وحكم المباراة يعيد مرة ثانية اللعب واستئناف اللعب في هذه اللحظات المتبقية. كم من الوقت البدل الضايع لم نرى حتى الآن في تقدير حكم الساحة، لأن كانوا يحتاجون لجهاز الفني بقيادة سمير كمونة مع الحكم الرابع عمر حسن، بالنسبة للحكم الرابع شريف حسن. إذن محمد جمال يغادر، وجياد جنيدي هو الذي دخل من جانب فريق الداخلية. عودة من هناك سريعة الكرة، محاولات فريق الغزل، وقول وقول هاي الكرة الطايشة قد تكون، ودربك ما زالت، ولكن في راية في راية في راية وتسلل على فريق غزل المحلة. كرة أحدثت ربكة أمام دفاع فريق ومرمى فريق الداخلية، كادت أن تكلف الداخلية هدف التعادل. كما أشرنا هدف وحيد، وكأن الداخلية يلعب بالنار، نتيجة غير آمنة، فرصة لأضاعها عمر مرعي قلنا قد يندم عليها. وشوف الإعادة مرة أخرى، كرة أيضا ما هل فيها شك حتى هذه، لأن في دفع الحقيقة من رقم 4 عبد العزيز موسى في الكرة الماضية من جانب فريق الداخلية، أو رقم 6 هنا فلتت منه، نعم نعم فيها دفع الحقيقة من رشاد فاروق فريق الداخلية في كرة ثانية كان بالإمكان أن يحتسب فيها حكم المباراة ركلة جزاء. عموما القرار في النهاية كان هناك تسلل بعد أن استكملت الهجمة لفريق غزل المحلة. 5 دقائق وقت بدل ضايع، مرت 3 دقائق ونصف، أو باقي 1.5 دقيقة على نهاية الوقت القانوني. تنقل الكرة طويلة في الأمام بالنسبة لفريق غزل المحلة، ليضغطون في وقت صعب وحرج على مرمى فريق الداخلية. بكار مرة ثانية، الكرة التحول من أحمد عبد العال، ينقلها من هناك، تمشي ومحاولة فريق الغزل، محمد رمضان يحولها تماما في الأمام ولكن إلى خارج الملعب، تماس آخر 60 ثانية. إذن الفاول، محلة يضغط بكل قوة الآن بكل عناصره وكل لاعبيه في منتصف ملعب فريق الداخلية. كان الفاول لصالح محمد محسن، آخر كرة في هذه المباراة لفريق غزل المحلة. تلعب الكرة داخل منطقة الجزاء ولكن بعيدة كليا على مرمى فريق الداخلية. خلاص هنا شريف حسن وعلى عبد العال مسك للخمس دقائق اللي احتسبهم، مازال فيها 20 ثانية تماما. خلاص هي الكرة الأخيرة في هذه المباراة، والثلاث نقاط المهمة بالنسبة لفريق الداخلية سترفع رصيد إلى النقطة 36 في 23 مباراة، وهو الانتصار 9، الخسارة رقم 16 لفريق غزل المحلة في مباراة رقم 24، ويبقى الفريق الوحيد الذي لم يحقق أي انتصار في الدوري. دخلنا في الدقيقة 6 من الشوط أو الوقت البدل ضايع من الشوط الثاني، 6 دقائق وقت بدل ضايع. طبعا التوقف اللي حدث بعد كان اعتراضات من قبل سمير كمونة على قرار حكم المباراة عدم احتساب له ركلة جزاء. إذن الفاول، بكار في التنفيذ كما قلنا، غزل المحلة 24 مباراة ولا انتصار. تحول مرة ثانية، الحكم يصفر الآن عمر عايد على نهاية الشوط الثاني والمباراة. فمبروك للداخلية، هارد لك لفريق غزل المحلة. مشاهدينا الكرام، لكم منا أحلى تحية، إلى اللقاء.